صباح الخير، صباح الفل والياسمين على التوانسة الأحرار الكل. مرحبا بكم في نقطة مباشرة جديدة سريعة على الطاير، نحكيو فيها كما في التيتر متاع لايف هذا على آخر المستجدات فيما يتعلق بالميركاتو متاع التسكيات والميركاتو متاع الترشحات والترشيحات لهذه المحطة الانتخابية العرجاء. دونك بعد ما عملنا لايف عنا تقريب 8 أيام ولا 9 أيام، وأكدنا بعد الإشاعة اللي خرجت كونه ما عندي حتى نية للترشح في المنستير ولا في غير المنستير، لأنه ببساطة نقدناه القانون الانتخابي آلاف المرات وما نجموش ناقضوا مواقفنا وما ناقضش روحي معناها بالنسبة للناس اللي قاعدة توا تحكي وتروج فيها الإشاعة ومتأكدة وتحكي على أساس متأكدة كونه عبد السلام شقير لم التسكيات. دونك نعاود نأكد لكم مرة أخرى راني ما عندي حتى نية للترشح هذه الأولاد جهة المنستير وغيرهم بتبيعة. توا بعد ما عملتك اللايف هذاك قلت لكم راني مانيش مترشح، دونك تلاو صرفاق الكلهم. شنو عملوا توا؟ عملوا إشاعة أخرى وروجوها بالكده 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 في المنستير بتبيعة، لكن الحمد لله الإعلام البديل موجود وإيصال الحقيقة وتنوير الرأي العام موجود عبر هذا عبر هذه الصفحة التي جعلت للوطنيين وللشرفاء وللأحرار ولتبليغ المعلومة على أوسع نطاق. دونك الإشاعة الجديدة اللي خرجوها قال شنو؟ قال عبد السلام منعت عبير موسي من الترشح بما أنه الحزب الدستوري الحر هو أعلن مقاطعته لهذه المحطة الانتخابية ولا للتزكيات ولا للترشحات إلى آخره. نحب نأكد لكم مرة أخرى هذا بالنسبة ليهم هما شنو تو باش يعملوا، معناها كومسي عبد السلام شقير يأتمر بأوامر الحزب الدستوري الحر ويأتمر بأوامر عبير موسي. هذه قلنا لكم من قبل، لنا الفخر أن طبعا نتبع الخط الوطني، الخط التحريري، الخط الواضح اللي ما عندوش معناها كلام في التراكن وكلام في البلاتويت كما الجماعة الكل. دونك هذه ما هيش مخبية بتبيعة، لكن موقفي قلته من قبل ما يهبط الموقف الرسمي للحزب الدستوري الحر من هذه الانتخابات وهذه المحطة، وأبديت معناها وأدلوت بدلوي في كل ما يتعلق في كل تفاصيل هذه المرحلة العرجاء وهذه المرحلة اللي نتمناه أنها صفحة وباش تتوي قريب من تونس. دونك انت عادي سي لوجيك باش يكون الموقف متاع الوطنيين والموقف متاع الأحرار متاع البلاد هذه اللي قاعدين يخوضوا في مرحلة كفاح وطني جديدة لتخليص تونس من الفوضى ومن الهمجية ومن عدم الرؤية وعدم الاستشراف ومن غياب المخططات وغياب المشاريع وغياب البرامج. هذا عادي باش تلتقي الأفكار هذه. دونك خذوها من عندي مثال مرة أخرى، ما يقلقنيش حتى كان قلت وبما أنه الحزب الدستوري الحر أعلن مقاطعته فعبد السلام، أما راه إذا كان جاء عندي نية قلت لكم قبل حتى حد ما ينجم يخليني نتراجع على أي موقف، وانتم تعرفوني من 2011 مش من اليوم، من أي موقف نتخذه ولا من أي قرار نتخذه ولا من أي كلمة نقولها راني باش نعمل هكا ولا باش نعمل هكا. دونك هذه نقطة. النقطة الثانية، هاكم رجعتوا لكلامنا توا وتأكد وبين بالكاشف كون هذا القانون الانتخابي هو قانون أعرج وهو قانون أحادي وهو قانون سوف تكون انعكاساته وخيمة وسلبية على فئات المجتمع التونسي وعلى الشأن السياسي والحياة السياسية بصفة عامة. لابروفوني رئيس الجمهورية عاود عمل تنقيحات أخرى وهبطها في الرايد الرسمي، وطبعا بدل العديد النقاط من القانون الانتخابي لما شاور فيه حتى حد، كيف التنقيحات هذه ما شاور فيها حتى حد، بوتيتر سويت أو كريتيك اللي قاعدة تنزل من أهل القانون من القانون الدستوري إلى آخره على هذا القانون الانتخابي الأحادي والأعرج كما قلت. هاو طلع برامون فيه ديفوت فابريكاسيون القانون هذا، والرائد الرسمي ولا بالمراسيم مرسوم يخدم ومرسوم بعد ينقذ المرسوم هذاك ومرسوم يعدل المرسوم هذاك في ظرف أسبوعين. قاعدين نعيشوا في بلاد المراسيم الحقيقة، معناها وهذا قلته من قبل مش من تو، هذا دليل على كونه كلامنا صحيح وعلى كونه موقفي في بلاستو وعلى كونه ما كذبتش عليكم، ما قلت لكمش حاجة غالطة. كي حكيت على القانون الانتخابي جديد حكيت عليه بالتفصيل، معناها وين شنية النقاط اللي هي مخالفة لمبدأ المساواة وهي بالتالي غير تعتبر غير دستورية هذه القوانين. كيف هانو تو تم تنقيحها، وربما تستناو تنقيحات أخرى، وربما تستناو سحب جملة للقانون الانتخابي هذا، أو ربما تغيره بمجرد مرسوم جديد، وهذا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه كل يوم تقريبا. هذا هو شو حبيت نقول، يعطيكم الصحة على حسن المتابعة، بارتاجيو الفيديو هذه خلي توصل للمعلومة وخلي الناس اللي قاعدة أصحاب النفوس المريضة وأعداء النجاح والناس اللي ما يساعدهاش
انه الاشراف ما يكونوش موجودين في المحطه هذه وما يساهموش في محطه تخريبيه معناها في وقت صعيب وعسير من تاريخ تونس. دونك الناس هذوما ما يساعدهمش انه نخرجوا ونقولوا رانا ماناش مشاركين، ان نخرجوا ونقولوا راهو مسار به وعليه، ان نخرجوا ونقولوا راهو نظام احادي، ان نخرجوا ونقولوا راهو قانون يرسي لاستبداديه كبيره. تو انا متعدي واتيت معناها تو باش ذكرت نقطه مهمه جدا في اطار المقارنه ما بين قبل وتوا، اللي هو القانون قلت لكم قبل راهو باش يرجع العروشيه وباش يرجع الجهويات باش يرجع الجهه اللي هي فيها اكثر تمركز ديموغرافي حسب التقسيم الجديد اللي عمله رئيس الجمهوريه، هي اللي باش تكون ممثله في البرلمان الى اخره. الزعيم بورقيبه قبل واحنا قاعدين نمشي وتوا الكراهب نتاع تونس الكل فيهم تونس في النيميرو سيري نتاعهم كلمة تونس موجودة، لا فما قاسرين لا فما صفاقس لا فما مستير لا فما سوسة لا فما حد شيء، على عكس العديد من الدول اللي حتى لا فيها دول ديمقراطية. يعني كي تمشي لإيطاليا بار اكزومبل تلقى باليرمو كذا كذا، تلقى نابولي كذا كذا، تلقى روم كذا كذا، كي تمشي لتونس تلقى مارسي فرنسا باردون تلقى مارسي كذا كذا، تلقى باري كذا كذا، تمشي لمصر تلقى الإسكندرية ملكي الجيزة ملكي القاهرة ملكي الإسكندرية. احنا بورقيبة قضاء على العروشية حتى في السيارات لا قاعدة تسركل ولا قاعدة تدور في البلاد هذه، وهذا مظهر كيف كيف من 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 مظاهر القضاء على الجهويات والقضاء على روسيا وترسيخ وتكريس لمبدا المساواه بين المواطنين وبين التوانسه الكل من مختلف الجهات. فقط نقطه هاني تو لاحظتها وتذكرت، يعني كي تقارن وتشوف في فرنسا كيفاش وفي ايطاليا كيفاش وفي عديد الدول في العالم براتيكمون في كل دول العالم كيفاش، تلقى في تونس النيميرو سيري نتاع الكراهب الكل ستاندار من اقصى شمالها لاقصى جنوبها من شرقها لغربها. دونك هذه كيف كيف دفع على الحساب لجماعة المطبلين والمفسرين لما لا يفسر. وتحياتي ونهاية أسبوع موفقة لكم جميعاً.